لو انت بتدور على مشروع في دبي جاهز للسكن بخطه دفع وموقع متميز فاختياراتك محدوده جدا. النهارده هوريكم مشروع في واحد من اكتر الاماكن عليها طلب سواء من المستثمرين او من الاند يوزرز، الناس اللي حابين يسكنوا او يعيشوا في البيت ده، والمنطقه هي دبي هيلز ستيت من المطور العقاري اعمار. ميزة دبي هيلز ستيت حاجات كتيرة جدا، ممكن اقعد ساعة اتكلم في مميزات الكوميونيتي، من الجولف كورس، من المدارس، من المستشفيات، من اكبر بارك في مجتمع سكني في دبي كلها، غير طبعا اللوكيشن والايزي اكسس على طريق ام سكيم وطريق الخيل. عندنا هنا استوديوهات، غرفة وصالة، غرفتين وصالة جاهزين للسكن بخطة دفع 3 سنوات، تدفع 20% تاخد المفتاح و 80% على 3 سنوات بعد الاستلام. الاستوديوهات حاليا كلها مباعة، ممكن افضل واحدة او اتنين، واسعارها حوالي 750,000 درهم. اما الغرفة والصالة فاسعارها بتبدأ من اول 980,000 للكاش وحوالي 1,040,000 بخطة دفع الثلاث سنوات، والمساحات من اول 730 قدم للغرفة والصالة، والغرفتين والصالة مساحتهم 1,200 قدم، واسعار الغرفتين حوالي 1.5 مليون على ثلاث سنوات. رسوم الخدمات قليلة جدا، بتتكلم في 12 ل 14 درهم على القدم المربع. فبس خليني دلوقتي اوريكم جوله سريعه داخل الغرفتين والغرفه والصاله، ولو حد محتاج اي معلومات او اي استشارات عقاريه في اي وقت هسيب ارقامي تحت للتواصل. متنساش بقى اللايك الحلوه والسبسكرايب الحلوه، ويعني ظبطنا كده عشان نظبطكم. معلش احنا بقالنا فتره غايبين، بس لسه راجعين بقى من الاجازه وبتاع، وان شاء الله هنعمل لكم تخطيطات احلى ومشاريع اكتر، واستمتعوا بالجوله واستمتعوا بالفيديو ده ان شاء الله. ودي الغرفتين والصالة. أول ما بتخش بيبقى عندك مطبخ مفتوح اوبن كيتشن، طبعا كل أدوات المطبخ بتيجي مبنية في الحائط. هنا عندنا التلاجة والفريزر، وعندنا حوضين دبل سينك، برضو الخزانات كلها بتيجي متركبة. عندك أربع عيون، وعندك الفرن برضو، وعندك هنا برضو أماكن التخزين، نفس الكلام فوق هنا كده. وده مش فيه جودة عالية جدا، الأرضيات سقف عالي، برضو الكوف لايتس دي بتيجي متركبة في الوحدة. وعندك هنا زي كيتشن ايلاند أو بريكفاست بار كده صغير. وهنا عندنا بقية الطعام. وفي الغرفة اللي ورا دي في غرفة للغسيل، وممكن برضو تستخدمها لو عايز تغسل حاجة، تحط الغسالة. هو في اطلالتين للبناية، دي أول اطلالة. أنت من الجنب ده بتشوف دبي هيلز بارك، أحاول أوريكوا فيو أحسن ليها من بره. ومن عندك مكان للتلفزيون، برضه الخزانات. وهنا بقى زي الليفينج روم، ريسبشن، نخش على أول غرفة نوم. برضو بيجي معاها خزانات مبنية في الحائط، مساحة كويسة. ودي هنا عشان الوحدة في الدور الأول فبلكونتها كبيرة، بس المساحات بتاعت معظم الوحدات بتتكلم في حوالي 1200 قدم 1300 قدم. وده هنا الحمام، يبقى حمام للضيوف وحمام لغرفة النوم الأولى، ونحط بها الستاندنج جرين شاور بتاعها، ونحط معاها مراية، كل الماربلز والأرضيات خشب، كلها هتيجي زي ما حضرتك شايفه كده. وهنا ده الدش. نخش على غرفة النوم الماستر. سقف عالي.
عندنا خزانات على ناحيتين من الحائط والحمام الملحق حمام المصر. عندنا هنا الغرفة والصالة برضو نفس النظام، منضف مفتوح، مكان مكان لمعدة الطعام، مكان حمام الضيوف ده مفهوش دش، نص حمام. وعندك هنا غرفة الغسيل برضو تقدر تستخدمها للغسيل، تقدر برضو تجيب زي شلفس هنا وتستخدمها للتخزين. وعندك هنا الريسبشن والليفينج روم برضو سقف عالي من الأرض للسقف. وعندك هنا إطلالة على سيدرا والمول بتاع دبي هيلز هيبقى على اليمين كده. وعن كل واحد دي معها بلكونات. وهنا غرفة النوم. برضو خزانات مبنية في الحائط، مساحة كويسة. مساحة الغرفة والصالة حوالي 720 ل 750 قدم. وهنا الحمام الماستر بتاع غرفة النوم بالدش الملحق بيه.